السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، في حلقة جديدة من حصاد الأيام، وفي خضم الصراعات الداخلية للبلد ومخاوف المراقبين من تدخل إيرادات خارجية حتى تتحكم بتوجيه بعض الأطراف في العملية السياسية، السيد مقتدى الصدر يقدم مقترحه عبر تغريدة على حسابه الشخصي للأمم المتحدة بدعوته إلى مناظرة مع كل الفرقاء السياسيين شريطة أن تكون معلنة ومباشرة. فما كان يحذر منه أصحاب القراءات للمشهد السياسي قد حدث بالفعل، فتدخل وساطات خارجية بحسب متابعتهم يرونه أمرا له تبعات لا تأتي بمخرجات إيجابية للبلد وشعبه. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة، فإن الاحتجاجات الشعبية اللي دخلت يومها العاشر لا تزال مصرة على موقفها بمشروعية مطالبها اللي تنادي بضرورة إعادة الأمور لنصابها الحقيقي وصولا لتشكيل الحكومة. بقاء الحال على ما هو عليه يعظم من السيناريوهات الخطرة ويقوض من نتائج التعددية في الآراء والأفكار اللي كفلها دستور 2005. فهاي الجموع تصف ما يجري اليوم هو مصادرة رأي الآخر وفرض سياسة لغة الشارع. إذن مشاهدينا الأكارم، هذه الملفات في حصادنا راح نتابعها وناقشها مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا. من جديد حياكم الله. انطلقت عدة مبادرات سابقة ودعوات للحوار والتفاهم مع التيار الصدري من قبل الإطار الشيعي ومن ينضوي معه، لكن ردت هذه الدعوات ولم تجاب. أما اليوم في خطوة مفاجئة للجميع، انبرى التيار الصدري إلى توجيه دعوة مناظرة للجميع بوساطة الأمم المتحدة، اللي ثار استغراب المتابعين لماذا الأمم المتحدة دون الوساطات الداخلية. إذا المشاهدين الأحبة نفتح هذا الملف بعد مشاهدة تقرير الزميلة نهى الشمري. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيوفي الأكارم الأستاذ حيدر عرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، حياك الله أستاذ حيدر ضيفنا كريما، وكذلك أرحب بالأستاذ عباس غدير عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني، حياك الله أستاذ عباس. وينضم معي عبر سكايب من سيدني السيد أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات، حياك الله أستاذ أحمد. ضيف الكرام، اسمحوا لي أن أبدأ مع أستاذ حيدر عرب. الكل يعلم بأن السيد الصدر رفض دعوات توجهت له من قبل قادة الكتل السياسية، وهل هنالك رسالة أراد السيد الصدر إيصالها إلى السياسيين حين قدم الأمم المتحدة وسيطا للدخول على خط الأزمة، بالتالي وجود وسيط من قبل الإطار الشيعي المتمثل بالسيد هادي العامري، هل هي وساطة مقابل وساطة، أم أن الأمم المتحدة هي اللاعب الرئيسي أصبحت بعد لقائها مع السيد الصدر والسيد هادي العامري وغيره من السياسيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك طيبة أخي وزميل أستاذ أحمد، قناتكم مشاهديكم ضيوفك الكرام. بطبيعة الحال الوضع السياسي الحالي اتجه إلى شكل حقيقة أو تعبئة الجماهير بهذه القضية إلى شكل ضبابي جدا، وبالتالي كل محلل سياسي، كل باحث في الشأن السياسي إذا ما أراد أن يتوقع حقيقة حلا لهذه المشكلة، أنا أعتقد يحتاج له الكثير من التفكير والكثير من الدراسة، وبالتالي لن يستطيع أن يعطي الرؤية الحقيقية، وبالتالي لن يستطيع أن يخمن ماذا سوف تكون الخطوة القادمة للقوى السياسية أجمع، ما كانت تيار الصدر أو قوى الإطار التنسيقي. لكن أنا أعتقد من خلال قراءتنا للواقع وخلال المبادرات التي خرجت يا أما من الإطار التنسيقي أو المبادرات أيضا التي خرجت من التيار الصدري بضرورة أن تكون هنالك وساطة، لكن للأسف جميع الوساطات التي تحدثنا بها ما كانت وساطات للشركاء السياسيين العراقيين، وإذ ما كانت وساطات دولية هي لا ترتقي إلى حل الأزمة، ولربما هنالك بعض الأطراف، وأنا من الذين يتحدثون دائما ولا أضع حقيقة الثقة الكاملة بممثلة الأمم المتحدة السيدة بلاسخارت في هذه القضية، باعتبار شاهدنا الدور التي لعبته في فترة تظاهرات 19-20 لم يكن دورا حقا دبلوماسيا حقيقيا، ولا حتى في كثير من الأزمات الأخرى والنتائج أو الحق ما بعد ما صدر من نتائج الانتخابات أيضا لم يكن لها دورا حياديا، وبالتالي حتى ما قدمت نفسها أو أراد أحد الأطراف أن تكون وسيطا لهذه القضية لن تكون بالمستوى الحقيقي لحل الأزمة العراقية، ولربما وحسب حقيقة قناعتي وقراءتي لهذا الموضوع لربما سوف تكون هي أحد الأسباب التي تعيد فتيل الأزمة في هذه القضية. والدليل واضح عندما تحدث السيد الصدر وقال كلفنا الأمم المتحدة بممثلتها، لكن لحد هذه اللحظة لم نسمع بإجابة معينة.
أين دور الممثلية؟ شاهدنا أداءها في ما بعد النتائج، كان أداء مكوكيا اتصلت بالجميع، وبالتالي كانت هنالك أكثر من بيان قدمته وتقرير قدمته لمجلس الأمن والأمم المتحدة. الآن لماذا تختفي هذه التقارير؟ لماذا تختفي هذه الشجاعة وهذه المرونة بالعمل خلال الفترة الحالية؟ إذن هذه الوساطة أنا أعتقد هي وساطة غير جيدة في هذا الموضوع. يجب أن تكون حقيقة المشاكل تحل داخليا. أنا أؤمن بالوساطة الداخلية، أنا أؤمن بالجهد الذي قدمه السيد هادي العامر في هذه القضية، باعتبار أنا أعتقد هذه الشخصية شخصية وطنية حريصة بشكل كبير جدا على أن يبقى العراق موحدا، تبتعد حقيقة القوى السياسية من الاحتكاك، ولربما نبعد شبح الحرب التي يهددنا بها دائما الآخرون في هذه القضية. الوساطة من المعروف عنها، ودعني ننتقل إلى الأستاذ أحمد الياسري. أستاذ أحمد، لما نتحدث عن الوساطة نتحدث اليوم عن دور الأمم المتحدة لما دخل على خط الأزمة سيد بلاس خارت. الوساطة هل هي نقل رسالة من السيد الصدر إلى الفرقاء السياسيين، أم أنه الوساطة تكون الوسيط بين الطرفين؟ بمعنى هل ستتغير بعض مواقف التيار الصدري عندما تدخل الأمم المتحدة على خط الأزمة، جزء من التيار وجزء من الإطار، يعني تقديم التنازلات وال يعني اسلوب الرابح الرابح، خلينا نسميه باي تسميه تحب. تحيه لك استاذ احمد، تحيه لضيوفك الكرام. انا اعتقد موضوع التدخل، يعني طلب التدخل الاممي، هو لا يوجد يعني وضوح بهذا المعنى. هل ورد في التغريده استعانه بالامم المتحده مثلا للتدخل بالعراق؟ لا، انا التغريده هي ضمن نطاق المناظرة التي أشار لها صدر. نعم. يعني هو أن تشرف الأمم المتحدة مثلا أو يكون إشراف دولي. شوف أستاذ أحمد، الصدر يريد أن ينزع شرعية الإطار الجماهيرية، نتحدث فيذهب باتجاهات التفاوض العلني. هو هذا المناظرة، يعني هو ماذا يريد؟ يناظر الإطار حول شنو؟ حول التشيع، لو حول نظرية الولاية ونظرية النيابة، حول أي موضوع، يعني هم موضوع سياسي بحت بهذه الأفكار جميعا، فيناقشهم يعني أي بمعنى يعرضوا أفكارهم ويعرض مشاريعهم التي تضر بحسب وجهة نظره بالنظام الديمقراطي. هي عملية إحراج وعملية كسب أيضا للجماهير بحسب وجهة نظره. السيد الصدر يريد أن يرسل رسالة للجماهير أنه هو لا يخفي شيء، وإنما يتعامل بشكل معلن وعبر المناظرات. ولكن فكرة المناظرة كمناظرة، يعني المناظرات السياسية تحصل تحت قبة البرلمان المفروض، والمناظرات الفكرية في مراكز البحوث بالأندية الثقافية، مش مو يعني تحت إشراف الأمم المتحدة مناظرة. فهذا أمر يعني على ما أفهمه حقيقة يعني. نعم. طيب أستاذ عباس، يعني يقترح أو يرى من وجهة نظري أستاذ أحمد الياسري بأن المناظرات السياسية إذا حدثت يجب أن تحدث تحت قبة البرلمان، باعتبار أنه بيت الشعب، النواب الممثلين للشعب ومنتخبي من قبل الشعب. أما دخول الأمم المتحدة على خط الإشراف على المناظرة فله رأي في هذا الموضوع. أسأل حضرتك برأيك، دعوة السيد الصدر إلى الفرقاء السياسيين، هل من الممكن أن تكون محاولة لإحراج الفرقاء المدعوين للمناظرة في حال تم القبول بالمناظرة أو الرفض؟ بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ أحمد ولضيفك الكرام والمشاهدين قناة الأيام. حياكم الله. يعني واقع المتعارف المعلوم أن المناظرات السياسية دائما ما تحدث قبل الانتخابات، إذا ما كانت هناك كتل سياسية متنافسة على الانتخابات وعلى مشروع أو برنامج يعرض هذا على أبناء الشعب العراقي، وبعض الأحيان تكون مناظرات بين شخص وآخر أو كتلة وأخرى، وهذا ما شاهدناه بالدول المتقدمة الديمقراطية. اليوم بالانتخابات الأمريكية دائما ما نرى هذه المناظرات تحصل، وبالتالي المشاهد والمواطن والناخب ينظر أي البرنامجين هو أقرب إليه. فبعد أن ظهرت هذه النتائج بالعراق وأصبح لدينا برلمان عراقي وأصبحت الأمور يعني ذاهبة به تشكيلات واستكمال استحقاقات الدستوريه، ما اعتقد انه اكو منفعه او يعني بهذه المناظره. داخل قبه البرلمان تناقش البرامج، تناقش المشاريع، يعني دور البرلمان العراقي هو تشريعي رقابي ما يخص عمل المناظره او من هذا القبيل.
فبالتالي مناظرة بهذا الوقت الشعب العراقي لا يحتاج المناظرة وإن كان يعني الإطار قد وافق أو رفض. بالتالي إحنا اليوم ما محتاجين غير إنه يعني نجلس على طاولة الحوار. إذا أكو كتل سياسية مختلفة ومنقسمة فيما بينها على مشروع أو فكرة أو طرح أو على قضية أو حتى على طرح الإخوان بالتيار الصدر قضية حد البرلمان، هذا يجب أن يحدث وفق السياقات الدستورية، وفق النصوص الدستورية، وفق القانون العراقي. فبالتالي أبناء الشعب العراقي بعد الانتخابات العسيرة على يعني مشاكلها، على وضعها الغير مقبول من الأطراف، يعني أطراف كثيرة من العملية السياسية، بالنتيجة أصبح واقع حال لدينا أنه هناك برلمان عراقي، خاصة بعد انسحاب الإخوان بالتيار الصدر وأصبح الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر. فبالتالي يجب يعني كان المفروض على الكتل السياسية، على اللي حريص على النظام السياسي والعملية السياسية في العراق أن يتجه باستكمال استحقاقات الدستورية. وإذا ما كان هناك طريح، وإذا ما كان هناك مشروع، وإذا ما كان هناك اختلاف في الرأي، كان الأجدر أن يناقش داخل قبة البرلمان. فبالتالي اليوم نحن بحاجة هذا الأمر. قضية الوساطة يعني تعرف اليوم منذ أن بدأت هذه المشاكل، منذ أن بدأت المفاهيم يعني الغير يعني معروفة سابقا كمفهوم الأغلبية الوطنية، بدأت هذه الاختلافات وبدأت نسمع ونرى أن هناك وساطة من يعني الشخصية الفلانية أو الشخصية الفلانية الأخرى، وأيضا بدأنا نسمع بقضية المبادرات. فبالتالي إذا كانت هذه الوساطة أيا كانت وأيا كان من يحملها، إذا كانت هذه الوساطة تفي إلى حل المشاكل، تفي إلى إنهاء هذا الاستبداد السياسي، تحاول وتعمل على حقن الدم العراقي، فلا بأس بها. يعني نتمنى احنا من الكتل السياسية ومن الشخصيات ومن الكتل التي انسحبت وترفض العملية السياسية أن ترجع إلى أصل القانون. هذا طرح مهم ومنطقي. السيد غدير يرى بأنه المناظرات هذا مو وقتها، كان المفروض تسبق الانتخابات حتى يشوف الناخب العراقي مع أي الاتجاهات يميل. هسه أريد تقييم حضرتك أستاذ حيدر للجهات أو الشخصيات اللي قبلت بهذه المناظرة، كيف سيكون شكل المناظرة؟ ما المواضيع المتداولة في هذه المناظرة؟ ما الجديد الذي سيأتي به التيار الصدري غير ما طرح سابقا؟ شوف، أولا المقاييس، المكان المقاييس قانونية ومقاييس اعتبارية في هذه القضية. دائما الأزمات لا تعتمد القواعد الذاتية، وبالتالي نأخذ دائما بماذا؟ بالقواعد الشاذة لتطبيقها على الحالات الشاذة في هذه القضية. نعم، هذه المناظرة مثل ما تحدث ضيفكم هي ليست مناظرة لتقديم برامج، بالتالي هذه البرامج تتحدث عن رؤية مستقبلية باعتبار أنهم داخلين انتخابات بهذه القضية. أنا أعتقد هذه المناظرة هي تتحدث مثل ما يتحدث السيد الصدر في غالب حلقة تغريداته، ويقول ويتهم الفريق الآخر على أنه فريق فاسد، وبالتالي هو لن يتفاوض مع الفاسدين، وبالتالي ربما في هذه المناظرة يحاول أن يقدم البراهين على هذه الاتهامات الموجودة خلال التغريدات السابقة على أنه فعلا هؤلاء لديهم شبهات فساد أو متورطين بفساد معين. وبالتالي الجهات التي قبلت حقيقة هذه القضية، أنا سمعت وقرأت اسم تغريدة للأخ أبو جلال وهو يعتبر متحدثا لتيار الحكمة بهذه القضية، أنهم مستعدين لهذه المناظرة. كذلك هنالك النائب حنان فتلاوي وهي تعتبر عضو ائتلاف دولة القانون، أيضا تحدثت بأنها سوف تكون مستعدة لهذه المناظرة. الأخوة في الأعصاب أيضا تحدثوا بهذه القضية، لكن قبل الوصول إلى هذه القضية هذا يعني طرح. يعتبر هذا استجابة للمناظرة بطبيعة الحال؟ نعم. إذا جرت هذه المناظرة يعني ما الجديد الذي سيضفيه التيار الصدري؟ أنا راح أقول لك إياها هنا. نعم، كانت هنالك دعوة وهنالك حق استجابة لهذه الدعوة لهذه المناظرة، لكن نحن كإعلاميين يجب أن توضع الأسس التي من خلالها سوف حق يجلس المتناظرون. هي ليست لقاء إعلامي وبالتالي تكون القضية حقيقة جذب وأخذ في هذا الموضوع. يجب أن يكون هنالك نقاط أساسية، يعني يجب أن يحدد من هو الذي سوف يناظر من كل الطرفين، هذه النقطة الأولى. ويجب أن تكون شخصيات بمستوى قائدة في هذه القضية، هذا واحد. النقطة الثانية، يجب أن تحدد أيضا النقاط التي من خلالها سوف يدور الحوار في هذا الموضوع، وإلا يعني حقيقة نتحدث بهذه الفضفاضية وبهذا الشكل. هذه تعتبر قضايا سائبة، ما من الممكن أن نتحدث عنها بالشكل العام وبالإطار العام إن لم يكن هنالك تفصيلات. أنا أعتقد إذا ما كانت هنالك دعوة
وهنالك استجابة، على الرغم أنه التغريدة الأخيرة أو البيان الأخير الذي خرج به الشخصية التي تمثل السيد الصدر بهذا الموضوع قال لم يستجب لنا أحد، على الرغم هذه نحن قرأناها وشاهدناها. إذن يجب أن يكون هنالك تحديد وقت وتحديد شخصيات وتحديد برنامج لهذه المناظرة من أجل أن يعلم، وهذه تسبق حقيقة بداية المناظرة، يجب أن يعلم المواطن العراقي أن تفاصيل هذه المناظرة، وبالتالي نستطيع لربما تكون هي حقيقة التي تحدد اتجاه الشارع، من يقتنع بمن في هذا الموضوع. طيب. أستاذ أحمد، يعني ما السيد عرب والسيد غدير يرون بأن المناظرة شخص نظير شخص، طيب كيف ستكون هذه المناظرة؟ يعني هل هي مجرد دعوة؟ كيف تنظر إلى استجابة الشخصيات السياسية أو الشخصيات الإطارية؟ هل أنها تلبي رغبة الإطار في أي مسلك للحوار مع التيار؟ بالنتيجة لما السيد الصدر يتوعد بخطوات مستقبلية بعد هذه المناظرة، هل هنالك أحكام مسبقة؟ يعني حسب قراءتك المشهد، هل هي هذه ما يعبر عنه الهدوء قبل العاصفة؟ أستاذ أحمد، أنا أتوقع أنه ستكون خطوات تصعيدية. حتى موضوع المناظرة احنا ناقشنا البعد الفني منه، ولكن لم نناقش البعد الاحتجاجي، لان هو مرتبط بحاله احتجاج عامه يشكلها صدريون بالمشهد، اعتصام بالبرلمان، نزول الى الشوارع، صلوات جمعه، التهيئه لمظاهرات، التهيئه ايضا لعمليه جمع توقيع لنزع الشرعيه عن الكتل السياسيه المنافسه. هذه كلها اشكال من اشكال التصعيد التي يهيئ لها الصدر وصدرهم على حد سواء. فموضوع المناظرة وليس مناظرة فكرية حتى طرح الدليل بالدليل، هي ليست مناظرة تفاوضية. يعني الصدر لم يرفض التفاوض من أجل المناظرة، فهمتني شلون؟ حتى تكون بديل عن التفاوض. لا، المناظرة أنا بحسب وجهة نظري التي يقصدها الصدر هي المناظرة التصعيدية، المناظرة التي تتخلل الهجوم فقط وليس الدفاع، ليس فيها اي موقع للدفاع وكشف الملفات وكشف الاتفاقات السابقه. يعني انا اعتقد لذلك نشوف ردود الاطار كانت ردود فرديه، يعني حنان فتلاوي او يعني لا تعبر عن رؤيه، يعني لم يجتمع الاطار مثلا ليقرر رد على هذا الموضوع. هذا يعطي انطباع انه الاطار يريد ان يتجنب هذه القضيه. اذا هي ليست حاله تفاوضيه، لو كان فيها شيء تفاوضي امام المجتمع سيذهب الإطار بهذا الاتجاه، لأن الإطار أيضا يريد أن يحل الأزمة، متخوف من تصعيده. ولكن بشكل عام أنا أعتقد إجراءات تصعيد ستبقى حاضرة، وإجراءات الخطورة المصاحبة لعمليات التصعيد السلمية أيضا حاضرة، لأن المشهد صعب، هناك عسكر لمجتمع الوسط والجنوب العراقي، وممكن واحد يجي يرمينا رمانة بيت سيد مرتضى يسوي لنا مشكلة. يعني احتماليات صدام لا يوجد ما يبررها سياسيا من قبل السياسيين، يعني هم كلهم يرفضون المواجهه. طيب، ولكن ما ممكن ان يفرض الميدان التحولات اللي تشهد والتفاعلات هي التي تفرض المواجهه، ماذا ستفعل؟ فاذا احتواء الموقف من البدايه انا بوجهه نظري هو يجب ان يكون بصناعه مبادره سياسيه. في ظل غياب المبادره وترك الامور مفتوحه ممكن أن يتطور المشهد أكثر. نعم. الأستاذ عباس، لما يتحدث بهذه الصراحة والشفافية السيد الياسري في حال لم تنجح كل هذه الأشكال، سواء من الحوارات اللي دعا لها الإطار، المناظرة التي لها دلالات تصعيدية حسب السيد الياسري، هل هنالك نموذج للحوار الحقيقي اللي من الممكن أن يتفق عليه كلا الطرفين الإطار والتيار، بالتالي نعبر خطوة، نقول عبرنا خطوة إلى الأمام؟ شوف أستاذ العزيز، يعني إحنا قبل أيام شفنا مؤتمر برعاية السيد الكاظمي، وهذا المؤتمر حضرت به كل قوى سياسية للعراق باستثناء التيار الصدري اللي رفض هذه الدعوة، وحضور يعني ممثلة الأمم المتحدة جنيب لاسخارت أعطى شرعية لهذا الحضور ولهذا المؤتمر. وأنا أعتقد من هذا اليوم، يعني الإطار التنسيقي منذ انطلاق هذا المؤتمر، يعني ماراثون انطلاق استكمال الاستحقاقات الدستورية قد بدأ، وشيئا فشيئا يعني سباقنا بهذه المشاكل وهذه الاختلافات وهذه الانقسامات وهذه المشاكل
يعني اللي كانت موجودة والتعقيدات السياسية طيلة هذه الفترة. يعني بدأنا نوصل يعني خط النهاية باعتبار أن الإطار التنسيقي يعمل بهدوء وهو ماضي باستكمال هذه الاستحقاقات، وأعتقد يعني الإطار يعمل بوفق القانون والأسس الدستورية، فبالتالي مسألة طرح المناظرة أو مسألة طرح آخر هذا كله يعني مضيع للوقت صراحة. اليوم الشعب العراقي والمواطن العراقي يئن تحت وطأة الوضع الاقتصادي والمشاكل الأمنية، وبنفس الوقت عندنا مشاكل إقليمية ودولية، فالعراق اليوم بحاجة لاستكمال استحقاقات دستورية، مسألة المناظرة، مسألة يعني استباحة مؤسسات الدولة وتعطيل عملها، هذا ما يخدم العراق ولا يخدم المواطن. فلذلك أنا يعني شوف حتى ردود مثل ما تفضل يعني الضيف، ردود الإطار لم تأتي بشكل رسمي ولم يصدر أي بيان بهذه القضية، على اعتبار الإطار التنسيقي منشغل وماضي بحواراته مع الكتل السياسية. طيب يعني أنت كتر يعني لا اسمح لي استاذ أحمد، يعني أكو ترحيب بهذه المناظرة؟ لا، اليوم يجي ترحيب من مغردين، من ناشطين، من يعني مواقع يعني تابع للإطار التنسيقي، هذا ما تعبر عن يعني الإطار التنسيقي. أبو جلال يمثل وجهة نظر الشخصية ووجهة نظر تيار لا الحكمة؟ قطعا لا يمثل وجهة نظر الشخصية، المتحدث باسم الحكمة الدكتور نوفل أبو رغيف. فبالتالي اليوم هذا التعبير هو تعبير شخصي، اليوم الإطار ما عبر البيان، ما صدر بيان على قضية المناظرة. اليوم مثل ما قلت أنا أستاذ أحمد، الإطار منشغل باستكمال استحقاقات دستورية وهو الآن منفتع على كل القوى السياسية، وشفنا قادة الإطار الحاج هادي العامري مضى والتقى بالقوى الكردية والقوى السنية، وهو الآن يعني يرغب بلقاء سيد الصدر هو. نعم. اليوم إذا أكو لقاء الإطار يرحب بهذا الأمر، وأبواب الإطار أيضا مفتوحة للإخوان بالتيار الصدري إذا ما رادوا أن يكونوا شركاء وحلفاء بالحكومة العراقية التي ستكون بشخص سيد محمد شيعي السوداني. فبالتالي اليوم نحن أحوج من تشكيل الحكومة من أي وقت مضى، على اعتبار انه يعني الميزانيه شارفت على الانتهاء، والبلد بحاجه الى ميزانيه وبحاجه الى قوانين وبحاجه الى تفاصيل كثيره. طيب ما اعتقد ان الاطار راح ينشغل بهذه التفاصيل. مو هذه التفاصيل الكثيره راح تودينا لتيه السياسي استاذ حيدر، يعني اليوم واضح على المشهد انه اكيد هذا النتائج المشهد السياسي جاءت من عده اسباب وتمحورت حول مناظرات ودعوات للحوار، خارطة الطريق، بالتالي الخلافات مستمرة، والخلاف حول تشكيل الحكومة أو تعطيل مجلس النواب كما عبر عنها السيد الياسري بأنه هو ليس خلافنا عقائديا أو حول حوار حول التشيع، بالتالي هل نحن ندور في حلقة مفرغة من وجهة نظرك؟ أنا أولا أحب أسجل اعتراضي على مفردة تفضل بها الضيف، قال انه الجنين بلاس خارت عندما حضرت المؤتمر الحوار الوطني للقوى السياسيه اعطته شرعيه. اعتقد الشرعيه هي من خلال وضع الثقه من خلال الجمهور العراقي بهذه الشخصيات التي تتحاور وتتناقش. اما السيده جنين بلاس خارت هي شخصيه انا اعتقد حسب وجهه نظري لا تستحق هذه الدرجه. الشرعيه الدوليه تقصد بها استاذ عباس؟ يعني استاذ احمد احنا شئنا ما بين اليوم جنين بلاس خارت تمثل الامم المتحده، فاي مؤتمر واي قرارات تؤخذ يعني هاي مخرجات هذا المؤتمر تؤخذ بعين الاعتبار على اعتبار الشرعيه ضافيه بوجود جنين بلاس خارت، هذا اللي اقصده. مو شرعيه دوليه. نعم دولي، هذا اللي اقصده. نقطه جدا مهمه، عندما تعلن الدول تتحرر وتعلن ان هذه الدوله هي لا تحتاج الى حقيقه قرارات من قبل لا الامم المتحده ولا مجلس الامن للاعتراف بها. حتى انه قضيه اعتراف هذه البلدان باي دوله ناشئه هي قضيه التبادل الدبلوماسي والعمل فيما بينها، اما اذا ما حق استقرت بثلاثه معايير لقيام اي دوله هي الارض حقه والشعب والسلطه، وبالتالي اعلنت الدوله في هذه القضيه، انا اعتقد ان الدوله العراقيه هي اسمى من هذا الموضوع، هذه نقطه. النقطه الثانيه، نعم نحن ندور في حلقة مفرغة في هذه القضية، جميع ما يخرج من خلال الطرفي النزاع الموجود أو التنافس أو الصراع سميها ما شئت هي لإثبات الوجود. سابقا عندما كانت الأغلبية محصورة لدى التيار الصدري وحلفائه في هذه القضية شاهدنا أن الإطار استطاع ونجح حقيقة بأن يكون هنالك ثلث ضامنا، وبالتالي استطاع أن يعطل تشكيل الدولة بالمقاييس والرؤى التي تتحدث عنها الفريق الآخر. انسحاب السيد الصدر من مجلس النواب العراقي أعطى
حقيقة أو نقل الكرة من هذا الملعب إلى ملعب الإطار التنسيقي، والآن الإطار التنسيقي هي الكتلة الكبيرة والتي تستطيع أن تشكل الحكومة العراقية. الإجراءات التي يقوم بها حقيقة الصدر الآن هي أيضا هي بنفس الأسلوب إجراءات تعطيلية لتشكيل الحكومة العراقية. وإلا أنا اليوم انسحبت من حقيقة الدولة أو العمل التشكيل الحكومة أو العمل المؤسساتي أو العمل النيابي في هذه القضية. المفروض إذ ما كنت أؤمن بهذه القضية التداول السلمي للسلطة أعطي المجال للفريق الآخر، إذا أنا لم أستطع تحقيق تشكيل حكومة أعطي الفريق الآخر المجال لتشكيل الحكومة العراقية، أو أبقى داخل هذه المؤسسة من أجل أن أعمل مثل ما هم عملوا سياسيا أعمل سياسيا بهذه القضية. أما أجر القضية إلى الشارع العراقي أنا أعتقد هذه خطوة خطيرة جدا. جميع ما حق يخرج الآن من خلال الطرفين هي محاولة تغليب طرف على الطرف الآخر أو كسر طرف مقابل الطرف الآخر. إذن كيف نستطيع أن نخرج من هذه المعادلة السياسية بحل واحد؟ وإذا لم تقتنع القوى السياسية بهذا الحل سوف تبقى تدور بآلية التجاذب ما بين الفريقين، الحوار ثم الحوار ثم الحوار هو الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة الموجودة. من يؤمن بالحوار هو يؤمن بالدولة العراقية، هو يؤمن بمؤسساتها، هو يؤمن بالآليات الدستورية العراقية. لكن أنا أقول لك أنه الحال الموجود اسمح حاليا بين كفتي النزاع الموجود، ولا نستبعد الأخوة الكرد أو سن عن هذه القضية، هم ضالعين في هذا الموضوع أكثر من الشيعة أنفسهم. عندما نصور على أنه هذه القضية هي قضية شيعية أو تنافس شيعي شيعي في القضية، لا بالعكس، أنا أعتقد أنه الأخوة الكرد والسنة ضالعين بهذه المشكلة أكثر من الشيعة في تشكيل الحكومة العراقية وإنهاء هذا النظام. أستاذ أحمد، في سؤال أخير لحضرتك، يعني ضيفي الكريمين اختلفوا في دخول الأمم المتحدة على الخط، هل هي لإضفاء الشرعية على الشرعية الدولية، ما عندنا احنا شرعية داخلية؟ أريد أعرف وجهة نظر حضرتك لما يكون هنالك مقترح يقدم الأمم المتحدة بإجراء مناظرة، هل هو يعني كي يكون تكون الأمم المتحدة شاهد على العملية السياسية، أم أن هنالك أذرع للتدخل في هذه العملية؟ أنا أعتقد أن الصدريين كما قلت لجنابك أستاذ أحمد هم يريدون أن يعني يعطوا انطباع أنهم ليسوا البادئين بأي عملية تدعم، يعني غير الاحتجاج وهذه التفاصيل، لأنهم هاي الفترة الأخيرة اتهموا كثيرا بأنهم يعني يحضرون لحرب أهلية. حتى السيد تسريبات السيد المالكي ذكر هذا الموضوع، يعني أنه الصدر يريد أن يحدث حرب بين الشيعة والعرب. فهذا حاجز عند الصدرين الآن. شوف هم عطلوا مليونية سبت مثلا، أنا أعتقد هاي كلها رسائل للمجتمع، رسائل المنظمة الدولية بأننا يعني حراكنا ليس انقلابا على النظام الديمقراطي، وأنه هو ضمن نطاق السياق الديمقراطي الذي سيؤدي إلى مآل ديمقراطي. أنا أعتقد هذه الرسالة الأبرز. إضافة إلى نقطة مهمة يمكن أن يذكرها الزملاء المتعلقة بأهلية، يعني هناك ما يسمى مؤشرات جودة الديمقراطية. هذا المنظومة الديمقراطية ترعى على الموضوع وتتدخل بدول كثيرة على هذا الأساس، يعني سواء بفرض عقوبات أو عزل. روسيا مؤخرا عزلت حينما ارتكبت خطأ ضد أوكرانيا، وهذا العزل لم يأتي من أوروبا أو من الناتو، لا، من المنظومة الدولية بشكل عام. تقريبا كلها ساهمت بعملية العزل أو بقت على الحياد. فآليات المظلة الدولية هي حاضرة حتى على الدول التي لا تصنف ضمن دول البند السابع، أو العراق متأرجع بين السابع والسادس، يعني الحضور الدولي فاعل بالنشاط السياسي العراقي. فلذلك مقتل صدر يناغي هذه السرديه، بمعنى هو لا يطلب من ايران او يرسل للسعوديه او امريكا حتى يحسب على هذه القوى الاقليميه المتصارعه، فيعنونها بعنوان المظله الدوليه حتى يضفي على خطابه النفس الوطني. ولكن باي شكل من الاشكال انا اعتقد الصدر يمتلك اوراق كبيره في هذا النزاع، ونقول إطار يجب أن تحتويه، يعني لأن الصدر يتسلح ويتمترس بالجماهير. بالنتيجة الأستاذ ذكر مع حضرتك أنه الإطار نجح في فكرة التعطيل، وأنا أتفق معه، ولكن ما هذه هي انعكاسات التعطيل. قد تقوم بخطوة
قانونية برلمانية، ولكن انعكاساتها قد تكون خطيرة. أنا أعتقد نزول الصدريين وهذه الحركة ليس مرتبط بترشيح الشاعر السوداني أو سطوة دولة القانون على الإطار، وإنما مرتبط بفكرة تعطيل، فهذا ريفلكشن يعني انعكاس له. تمام. أشكرك شكرا جزيلا السيد أحمد الياسر رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات، حدثنا عبر سكايب. ضيف الكرام تفضلوا بالبقاء معي كي نتابع في الملف الآخر. مشاهدي الأحبة حياكم الله مجددا. مع اشتداد المواقف السياسية بين الأقطاب المختلفة، تأمل الجموع المحتشدة عند مقتربات المنطقة الخضراء من الاتفاق سريعا نحو صيغة حل تحتكم للدستور والقوانين النافذة، درءا لسياسات التفرد بالسلطة ومصادرة القرار الآخر اللي يعيد البلاد لممارسات لا تحمد عقبها. هنفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. لا تزال الجموع المحتشدة عند أسوار المنطقة المحصنة تواصل اعتصامها مكملة أسبوعها الأول، ورافضة لمآلات الأحداث الأخيرة التي خدشت هيبة الدولة ومؤسساتها، داعية الأطراف المتعنتة في قراراتها إلى الاحتكام لمقررات الدستور والقوانين النافذة. اليوم هاي الجماهير اللي طالعة طلعت هيبة الدولة ترجع لها. اثنين، مطالبنا احنا بتشكيل حكومة فورا. ثلاثة، لا نوافق بحل البرلمان. ومع هذا الاحتشاد الغفير الذي يرفض سياسة لي الأذرع والحزب الأوحد وتطبيق الأمر الواقع، لابد للطرف المتصلب بالمواقف أن يهدم الجدار الفاصل ويصل للقواسم المشتركة، بما يمكن هذه الأطراف المتقابلة في المواقف من الوصول لخط التسوية السياسية. اليوم ذول أخواننا بأعضاء البرلمان تم انتخابهم من كافة أطياف الشعب العراقي، ما يصير أنا إرادة واحدة أعممها وأفرضها على بقية الإرادات. هاي مو قضية ديمقراطية، وحتى مو قضية إنسانية، وحتى مو قضية منطقية. هذا كلامي أنا أوجهه لكل أخواننا حتى شوية يراجعون نفسنا. إحنا راح ندخل الشعب العراقي في دوامة من الصراع. ومع إصرار هذه الجموع بإن انسحابها مشروط بإعادة استئناف جلسات البرلمان ومناقشة رأي أعضائه والشروع بتأليف حكومة على قدر التحديات، وهذا مرهون بعودة مصدر القرار للحفاظ على الدولة ومكتسبات ما بعد 2003. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أجدد ترحابي بضيفي الكريمين الأستاذ حيدر عرب الموسوي والأستاذ عباس غدير. أستاذ عباس، يوم نسأل عن تظاهرات مقتربات المنطقة الخضراء، لحد اليوم تزداد السرادقات ويزداد الاعتصام، دامت هذا الزخم، إلى ماذا يشير حسب وجهة نظرك؟ يعني بالبداية أستاذ أحمد خلي نفهم قضية المظاهرات، أنه أولا شنو المغنى والمغزى من هذه المظاهرات؟ نعم. وشنو أهداف المظاهرات لكل المعسكرين، سواء مظاهرات الإطار التنسيق على أسوار الخضراء أو مظاهرات التيار الصدر داخل الخضراء. هذا واحد. اثنين، أيضا خلنا نتفق أنه هذه المظاهرات مظاهرات مؤدلجة، يعني اليوم هذه المظاهرات سياسية، لا يحق لأي طرف من هذه الأطراف سواء التيار الصدري أو الإطار التنسيقي أن يتحدث بالإنابة عن أبناء الشعب العراقي، أو تجي هذه المظاهرات أنه أنا أمثل أبناء الشعب العراقي، على اعتبار حتى في الانتخابات اللي خرجوا اقل من 20%. فبالتالي هذه الادلجه اليوم تظاهره تدعو الى تعطيل مؤسسات الدوله وعدم انعقاد اي جلسه لمجلس النواب العراقي، ومظاهره تدعي او تعمل على حمايه مؤسسات الدوله. فبالتالي يجب ان يكون عندنا فرز من هذه القضيه. اثنين، هذه المظاهرة تعطي رسالة لكل الكتل السياسية أن الكل مستعد على أن يكون لديه يعني متظاهرين وقادر على تحريك الشارع العراقي. اليوم جاي يشوف الند بالند، التيار الصدري ينزل مظاهرات، الإطار التنسيقي أيضا ينزل مظاهرات، يشوف أكو اعتصامات بالجانب الآخر، يشوف أكو هنا اعتصامات. هذه المظاهرات يعني أعتقد أنه استمرارها سيعطل العملية السياسية بشكل تام. إذا أكو اختلافات بين الإطار والتيار، يعني المفروض كان الأولى عليهم يجلسون على طاولة الحوار ومناقشة هذه المشاكل، أما أن يأتي الجميع ويستغل الشارع ويعطل مؤسسات الدولة وأرزاق الناس، ما أعتقد أكو جدوى من استمرار هذه المظاهرات. طيب أستاذ حيدر، لما لا يرى
سيد عباس غدير، جدوى من استمرار هكذا تظاهرات، طيب ورقة ضغط الشارع لا زالت مستمرة، الفرقاء السياسيين أيضا هنالك التصعيد كما ناقشناه في الملف الأول، بالتالي الوقت يمر، راح نقترب إلى سنة من إجراء الانتخابات، حكومة تصريف الأعمال باقية، لما المواطن هو يتظاهر حتى يعيد شرعية الدولة ومؤسساتها، والمواطن هو بنفس الدرجة الأساسية هو المتضرر الأكبر، طيب إلى أين تسير الأحداث وسط كل هذه التجاذبات؟ أولا قضية التظاهر هي ليست بدو يعني عديمة الجدوى بهذا المعيار، باعتبار هذه التظاهرات تستخدم حزبيا حاليا مثل ما كانت مظاهرات التيار أو مظاهرات الإطار، وبالتالي هذه المظاهرات للتيار عندما عطلت مجلس النواب إذن هو أداء حزبيا معينا، وهذه التظاهرات صنفت على أنها تظاهرات حزبية، عندما أتت التظاهرات المعاكسة في هذه القضية أيضا هي تظاهرات حزبية للرد على ماذا؟ لإعطاء رسالة على أن هذه التظاهرات هي ليست تظاهرات شعبية وإنما تظاهرات حزبية، وبالتالي إذ ما كان لديك فريق أو تستطيع أن تتحرك ضمن وسط الشارع إذن هناك الفريق الآخر بنفس الاتجاه، لكن النقطة الأساس في هذا الموضوع هل هذه التظاهرات سوف تصب بمصلحة المواطن العراقي، سوف تصب بمصلحة الدولة العراقية؟ بطبيعة الحال أنا كقارئ لهذا المشهد لن تصب بمصلحة لا المواطن العراقي ولا الدولة العراقية، إذن نحن نحتاج إلى بناء دولة ذات مؤسسات، كيف نستطيع أن نبني دولة ذات مؤسسات إن لم نحترم هذه المؤسسات، إن لم نعمل يعني محاربة الفساد والفاسدين، إذ ما كانت تشعر هذه المؤسسات التي تحارب والتي تعاقب الفاسدين أن هنالك قوة تستطيع أن تكون هي الأعلى والتي تستطيع أن توجه لها حق الرد، هل تستطيع أن تعمل لإظهار الفاسدين؟ بالتالي سوف ماذا؟ سوف تراعي هذه القضية ولن تحتك ولن تواجه هذه القضية، إذن نحن إذ ما أردنا أولا محاربة الفساد بناء دولة ديمقراطية حقيقية حقيقة العمل لتقديم الخدمات أو إنتاج حكومة صاحبة خدمات وفرض الأمن والأمان واستثمار أو جذب الرأس المال الأجنبي للاستثمار وهو حق الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تنهض بالواقع العراقي، ماذا نحتاج؟ نحتاج أن تكون الدولة دولة مؤسسات، الرجال الموجودين والسياسيين الموجودين يجب أن يكونوا ويتصفوا على أنه رجال دولة، وبالتالي احترام هذه المؤسسات والعمل لبناء دولة عراقية مستقرة آمنة تستطيع أن تجذب هذه الاستثمارات وتستطيع أن تبني تحت خيمة اسمها خيمة العراق لتقديم خدمات لمن؟ للشعب العراقي، نستطيع عندئذ نقول أن هذه القوى السياسية فعلا هي عملت لأجل المواطن العراقي ولم تكن تعمل من أجل أحزابها، وبالتالي إذ ما كنا نؤمن بالتنازل وأعطاء الفرصة للآخر يجب أن يكون هذا الحديث وهذا الحوار مصداقا على الواقع، يجب أن يطبق على أرض الواقع لا أن يبقى حقيقة مجرد شعارات اسمها إعلامية أو كلام مكتوب على الورق، وبالتالي نحن نحتاج أن تكون هنالك مصادق حقيقية لهكذا شعارات إذ ما خرجت من قبل الإطار أو إذ ما خرجت من قبل التيار، نحن نحتاج إلى مصداق لحديثهم وشعاراتهم، سمعنا شعاراتهم قبل الانتخابات لم تطبق، وصلنا إلى ما وصلنا إليه، الآن الكل يدعي والكل يغني على ليلى يدعي قربه من الشعب العراقي والشعب العراقي، إذن ما الذي سوف تقدمونه من أجل المواطن العراقي والشعب العراقي؟ هل نبقى حق بهذه المماحكات بهذه التجاذبات ما بين الفريقين إن لم يكن هنالك تنازلا حقيقيا أو على أقل تقدير فلنجلس إلى طاولة حوار، حتى وأن سابقا في فترة الدكتاتورية في فترة صدام كنا نتحدث نحن كمواطنين وكنا في تلك الفترة شباب في حقيقة مقتبل العمر، كنا نقول أنه نضع أيدينا بأيدي الشيطان من أجل الخلاص من صدام حسين، وبالتالي الآن حقيقة العمل هو لبناء دولة عراقية، العمل لتقديم خدمات للمواطن العراقي، شنو المشكلة أنا إذا أجلس مع ابن جلتي هذه وبالتالي أطلع على حقيقته، أنا قعدت وياك طيب حاورتك وليكن هذا أيضا الحوار حقيقة متلفز ويظهر من باب الشفافية للمواطن العراقي وننظر من حقيقة يقدم ومن يسعى لتقديم الخدمات والتنازلات من أجل المحافظة أولا على السلم الأهلي وهم تحدثوا بأجمعهم جميع القوى المحافظة على الدماء العراقي وهم تحدثوا قالوا نحن حريصين على الدماء العراقي والكل تحدث على أنه يرغب بتقديم خدمات المواطن العراقي وبنفس الوقت القضاء على المحاصصة والفساد لما وكثير. الكل يتحدث عن هذه المطالب أستاذ عباس الإطار والتيار يتحدثون عن محاسبة الفاسدين القضاء على الفساد الإصلاح حكومة خدمات تقديم مصلحة الشعب على المصالح الحزبية الضيقة
طيب إذا كانت هذه كلها يعني متبنيات أو أهداف مشتركة، بالتالي راح نرجع إلى الاختلاف الأيديولوجي. منذ البدء الإطار أراد حكومة توافقية، ومنذ البدء التيار أراد حكومة أغلبية. لا زلنا نعيش هذا الصراع الأيديولوجي؟ التيار متمسك بعدم الحوار، والإطار يمد اليد للحوار والتوافق. يعني هو كل كتلة سياسية تشارك بالانتخابات عندها مشروع، ودائما تعرض هذا يعني برنامج الحكومة ومشروعها تعرضه على الناخب المواطن العراقي. وبعد ما تكون عندها كتلة سياسية تحاول يعني بمعية باقي الكتل السياسية أن تشكل تحالف يعني سعيا منها على تشكيل حكومة وتمضي بأن يكون هذا المفهوم وهذا المشروع واقع حال. الإخوان التيار الصدري يعني بمعية تحالف السيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني كان عندهم مفهوم اسمه مفهوم الأغلبية الوطني، وكان الإطار التنسيقي يعارض هذا المفهوم على اعتبار على قناعة الإطار أنه هذا يقصي يعني شريحة كبيرة من المكون الشيعي ويذهب باستحقاقات المكون على اعتبار أنه لا ينتهي بتشكيل الكتلة الأكبر ويكون مرشح من هذه الكتلة. هذا الصراع يعني بعد أن عجز الإخوان بالتحالف الثلاثة على أن يكون هذا المفهوم واقع حال انسحب الإخوان من التيار الصدري، وهذا الانسحاب كان المفروض أنه يعطى فرصة للكتلة التي ستكون بعد التيار الصدري الكتلة الأكبر. بعد هذا الانسحاب أصبح لدينا أنه الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر والطاغي عن المشهد السياسي والممثل الوحيد للمكون الشيعي، فكان من المفروض أن يعطى فرصة لأن يجد بديل لهذا المفهوم على الأقل تقدر يكون مفهوم أو نقطة التقاء ومشتركة بين هذه الكتل السياسية. هذه الكتلة اللي ما قدرت أنه تحاول مفهوم الأغلبية الوطنية يكون واقع حال عن طريق البرلمان، وبعد انسحابها من البرلمان ذهبت إلى الشارع، يعني تتوقع أنه مثلا بفرض الشارع بالسيطرة على الشارع باستباحة مؤسسات الدولة وتعطيلها أنه ممكن راح تضغط على الطرف الآخر حتى يكون هذا المفهوم بطريقة ما واقع حال. لكن الإطار التنسيقي يعني ما التفت لهذه القضية كثير. اللي أريد أقوله أنا أستاذ أحمد لا. اليوم إحنا ما عايشين يعني سود علينا قانون الغاب، يعني هو اللي يكون يمشينا كعراقيين. عندنا نظام سياسي وعندنا عملية سياسية، وهذا النظام الديمقراطي الكل متمسك به، وعندنا دستور. فبالتالي إذا أكو طرح، إذا أكو مفهوم، كان المفروض من التيار الصدري أن يجلس مع الفرقاء مع الإطار التنسيقي ويضع مطالبه على طاولة الحوار، مثل ما طالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وتماهى الإطار التنسيقي مع مطالب التيار ووافق على ذلك وقال أنه لا بأس ولا ضير بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلماني، لكن شريطة أن تأتي ضمن السياقات الدستورية. يعني هذا الطلب وافق على الإطار التنسيقي. اليوم نتفاجئ بالمناظرة وباكر بطرح جديد وبعدها طرح جديد، وهذا حقيقة الأمور ما راح يخلصنا وما راح يخرجنا من عمق الزجاجة. طيب. راح نبقى بدوامة الاختلاف والانقسامات السياسية. من عمق الزجاجة خلينا أتوجه لأستاذ حيدر عرب أنه. ألو خلينا نتم الفكرة بس على كل حال. تمم الفكرة ولا تزعل أستاذ عباس. فبالنتيجة اللي أقول أنا يعني هو ما عندنا خيار، لا التيار الصدري عنده خيار آخر ولا الإطار التنسيقي ولا حتى الكتل السياسية. طيب. إذا عندنا تأشير على فساد وأكو فساد بالدولة، أكو اتهامات، أكو أدلة تقدم إلى البرلمان العراقي ولا النزاهة ولا القضاء، هو اللي يقوم بهذا الدور. ما أكو كتلة سياسية يطيها الحق، لا الدستور ولا العرف ولا الشرع، يطيها الدور الحاكم والمحاسب على أبناء الشعب العراقي. الدستور والقانون والحكومة العراقية هي الفيصل بمحاسبة كل هذا. طيب. إذا أكو فساد فالمفروض إذا الآن إذا البرلمان معطل حكومة. إذا البرلمان معطل أستاذ حيدر وعنق الزجاجة لا يمكن الخروج منه وسط هذه التظاهرات والدعوات للحوار لا يستجاب لها، المناظرات دخلت على خطها، الأمم المتحدة وجيني بلاسخارت، بالتالي خيار التصعيد هل يكون هو الراشح على السطح؟ شوف قبل شوي أنا قلت لك أستاذ أحمد، قلت لك أنه هذه المشكلة هي ليست مشكلة الشيعة فقط، بالتالي الفريق الآخر والشركاء الآخرين هم جزء من هذه المشكلة، ما كانوا حركة الكرد أو السنة،
وبالتالي حتى هذه اللحظة لم تحل مشكلة رئيس الجمهورية، هذه نقطة، وهي الجزء المعطل الأكبر في هذا الموضوع. الجانب الثاني، لم نشهد من قبل السيد الحلبوس وهو رئيس مجلس النواب العراقي أداء يرتقي باعتبار هو رئيس أعلى مؤسسة تشريعية ورقابية، ربما هي أعلى من مجلس اسمه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باعتبار رئيس الجمهورية ورئيس يخرج من لدن هذه المؤسسة. وبالتالي أنا أقول في هذه القضية التعطيل هي بسبب قد يكون جزء شيعي، لكن الجزء الأكبر هي الأخوة. إذ فنفرض هذه القضية، اليوم الأخوة الكرد اتفقوا على قضية ترشيح أو شخصية لرئاسة الجمهورية، حسب القانون العراقي بإمكان مجلس النواب العراقي أن يعقد جلساته بأي محافظة من المحافظات الأخرى تكون آمنة، ويستطيعون عقد هذه الجلسة في هذه النقطة وتمرير الحقيقة الحكومة العراقية. إذا ما مررت الحكومة العراقية وأنهينا قضية حكومة تصريف الأعمال، إذن ماذا نستطيع من خلال هذا حقيقة العمل؟ النقطة الأولى، حللنا المشكلة الاقتصادية التي واجه والتي سوف يكون المتضرر الكبير بها المواطن العراقي. النقطة الأخرى، المطالب التي خرجت لبعض القوى تحديدا تيار الصدري بضرورة حل مجلس النواب العراقي والدعوة إلى انتخابات مبكرة، سوف تكون أيضا بخطوات جدية باعتبار لدينا حكومة كاملة الصلاحيات وتستطيع أن تتخذ هكذا خطوات. النقطة الأخرى والمهمة في هذه القضية، هذه الحكومة سوف تكون حكومة كاملة الصلاحيات باستطاعتها أن تقدم الخدمات إلى المواطن العراقي من كثير من النقاط التي حقيقة نحن كمتابعين نحن نحتاج أن يكون هنالك البطالة، هنالك الفقر، هنالك التعيينات أو فرص العمل، هنالك التطوير والنهوض بالواقع الصناعي والزراعي العراقي، إذ ما أردنا أن يكون هنالك تكاملا. وبالتالي الخروج من عنق الزجاجة يتمتع به أو يقع أو الكرة تتحول إلى ملعب الأخوة الكرد والسنة في هذا الموضوع، أن يكون لهم تدخلا حقيقيا لإخراج البلد من هذا الموضوع. أشكرك شكرا جزيلا صالح حيدر أبو الموسى ورئيس مركز القمن للدراسات، أثريت الحوار في الملفين، وشكر كثير حضرتك أستاذ عباس غدير عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني، شكرا جزيلا لهذه المداخلات القيمة، شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.